أكثر من 100 شركة جزائرية مكلفة بمشاريع إنجاز السكن بعد أن تم استحداث القائمة الثانية وقبول طعون الشركات المقصية، أرقام قدمها وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون الذي عاتب بعض المؤسسات حول النتائج غير مرضية في الميدان. وصلنا للنتيجة نتاع 83 تقريبا 83 مؤسسة اللي تقبلت باش تكون في لا دوزيام شورت ليست. التواجد في لا شورت ليست مثل ما ينص عليه قانون الصفقات، هادو سي دي زونتربريز افيك ليكال اون ترات اون كونسلطاسيون سامبل، دونك با دابيل دوفر، مثل ما نديروه مع الشركات الاجنبيه الكبرى اللي هم متواجده معنا هنا. ولكن لحد الآن النتيجة ليست كما كنا نتوقعها. وخلال الاجتماع التقييمي الذي جمع وزير السكن والمدينة بأرباب العمل، ذكر تبون أن الشركات الجزائرية تطلب مبالغ كبيرة مقابل إنجاز السكنات مقارنة مع الشركات الأجنبية. أصحاب المقاولات الجزائرية وأرباب العمل عبروا عن سخطهم من العراقيل الإدارية والبنكية التي تقف وراء عجزهم. اليوم المقاولين الجزائريين اللي من طرف شورت ليست 400 مقاول تبقوا إلا 80 اللي ردت وما زلت ترد، احنا قلنا لهم المشاكل اللي كاينه، المشاكل راهي في المتر الكاري تاع البنيان، والمشاكل راهي في التمويل والاكومبانيمون فينانسي بانكير. وزارة السكن تخلت عن شرط إنجاز 1500 سكن لكل شركة إلى 400 سكن فقط، ومن المرتقب أن يتم استحداث قائمة جديدة لشركات الإنجاز الجزائرية حسب ما أعلن عنه وزير القطاع.